المشاهدين، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم إفريقيا، اللقاء الأسبوعي المتجدد الذي نتناول من خلاله آخر المستجدات على الساحة الإفريقية خلال أسبوع. فاصل قصير نبدأ بعده برنامجنا من خلال جولة إخبارية داخل القارة الإفريقية، كونوا معنا. أهلا بكم مجددا، والبداية من العلاقات المصرية الإفريقية وحرص مصر على تقديم الدعم للأشقاء في إفريقيا، حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار نيديلجي بكنشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية. نتابع هذا التقرير. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الأزمات والمحن، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار نيديجلي بكنشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية الممثلة في الأدوية والمستلزمات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. تأتي تلك المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والكونغو الديمقراطية، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في أوقات المحن والأزمات وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم. حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إثيوبيا على التعامل مع الكارثة الإنسانية المتفاقمة في إقليم تيغراي، حيث يزداد خطر المجاعة. وأعرب بلينكين في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد عن قلقه البالغ حيال تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور حقوق الإنسان في البلاد، كما دعا بلينكين القوات الإريترية إلى الانسحاب الفوري والتام من إقليم تيغراي. أعلنت حكومة بوركينا فاسو عن سقوط أكثر من 10 أشخاص جراء وقوع سلسلة هجمات دامية استهدفت عددا من القرى شمال البلاد، حيث قام مسلحون بأعمال ترهيب ونهب واغتيال ضد المدنيين. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه الحكومة الإسبانية مقتل صحفيين إسبانيين وآخر أيرلندي في شرق بوركينا فاسو بعد هجوم إرهابي استهدف دورية لمكافحة الصيد غير القانوني. وتشهد بوركينا فاسو هجمات إرهابية منذ 2015 على غرار جارتيها مالي والنيجر، أدت إلى مقتل أكثر من 1300 شخص ونزوح مليون شخص من مناطق العنف. تواصلت المواجهات في تشاد بعد مقتل شخصين على الأقل وإصابة 27 آخرين جراء اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني، ما دفع فرنسا حليفة البلاد الأبرز لإدانة حملة القمع. وتصاعدت حدة التوتر في تشاد منذ مقتل الرئيس إدريس ديبي على جبهة القتال أثناء تفقده القوات التي تحارب المتمردين في 19 من إبريل. وتولى مجلس عسكري بقيادة ابنه محمد السلطة، لكن المجلس يواجه صعوبة في كسب تأييد شعب ضاق ذرعا بانفراد ديبي بالسلطة على مدار 30 عاما. بمرسوم وقع عليه محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد،
جرى تعيين ألبرت باهيمي باداك رئيسا للحكومة الانتقالية بالبلاد، وهو آخر رئيس وزراء للرئيس الراحل إدريس ديبي. رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الدولة، رئيس المجلس الوزاري عبر الميثاق الانتقالي أصدر مرسوما بتعيين باهيمي باداكيه رئيسا للوزراء ورئيسا للحكومة الانتقالية. وبموجب الميثاق الانتقالي سيرأس باداك حكومة انتقالية سيعين أعضاءها ويعزلهم محمد إدريس ديبي نجل الرئيس السابق. وشغل باداك منصب رئيس الوزراء من 2016 إلى 2018 عندما تم إلغاء المنصب، ويأتي تعيينه غداة رفض المجلس العسكري التفاوض مع المتمردين الذين أعربوا مطلع الأسبوع عن استعدادهم لوقف إطلاق النار. في مواجهة هذا الوضع الذي يهدد تشاد واستقرار المنطقة بأكملها، فإن هذا ليس وقت الوساطة أو التفاوض مع الخارجين عن القانون. نتيجة لذلك توجه تشاد نداء مهما إلى جميع الدول الأعضاء في مجموعة الساحل الخمس لزيادة التضامن وتنسيق الجهود وتقاسم الجهود لوقف من اغتال الرئيس إدريس ديبي وزعزعوا أمن منطقة الساحل بأسرها. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لمئات السجناء الذين قيل إنهم من المتمردين وهم يصلون إلى سجن بالعاصمة نجمينا. كان الرئيس ديبي الذي توجه إلى الجبهة قد قتل الأسبوع الماضي خلال معارك دارت بين الجيش والمتمردين الذين شنوا هجوما على نجمينا في 11 من إبريل الجاري. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وإلى الملف الرئيسي في هذه الحلقة، وهو ملف صومالي بامتياز، حيث أعلن الرئيس محمد عبد الله فرماجو تراجعه عن تمديد فترة ولايته، وعيدا باللجوء إلى البرلمان لعرض مشروع آخر وهو إجراء الانتخابات على الأسس التي تم الاتفاق عليها من خلال الاتفاقات الموقعة. كما دعا الرئيس فرماجو إلى حوار وطني شامل بين كل الفصائل السياسية في البلاد للخروج من أزمتها وللخروج بانتخابات ديمقراطية تفرز من يختارهم الشعب خلال الفترة القادمة. حول هذا الملف سيكون معنا للتحليل والمتابعة سعادة السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا. أهلا بك. أهلا مساء الخير. أهلا بك، واسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا بمتابعة هذا التقرير حول هذا الموضوع، نعود بعده لبدء الحوار والمناقشة في هذا الموضوع، فكونوا معنا. قبل أن تتفاقم أسوأ مرحلة من العنف السياسي منذ سنوات في الصومال إلى حرب شاملة بين الفصائل، دعا الرئيس محمد عبد الله للعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات رئاسية، دعوة جاءت بعدما تسبب عبد الله في احتقان الوضع بإعلانه من قبل تمديد فترة ولايته. وفي خطاب تلفزيوني قال الرئيس إنه سيلقي أمام البرلمان السبت المقبل كلمة للحصول على موافقته لإجراء العملية الانتخابية، داعيا الفاعلين السياسيين إلى إجراء مناقشات عاجلة حول كيفية إجراء التصويت، خطوة يرجح محللون أن الهدف منها الإشارة إلى أن الرئيس يضع مصير مقترحه بتمديد ولايته بين يدي البرلمان. وتصاعدت التوترات السياسية منذ انتهاء ولاية الرئيس في 8 من فبراير الماضي دون إجراء انتخابات، وفي 12 من إبريل أقر البرلمان قانونا يمدد فترة ولايته لمدة 2 بانتظار إجراء انتخابات، ما أثار غضب المعارضة وتحول الجمود الانتخابي إلى اشتباكات مسلحة. واستولت قوات موالية للمعارضة
تشمل عناصر من الجيش والشرطة على بعض النقاط الرئيسية في مقديشو، ورفضوا الانسحاب من تلك المواقع الحصينة بالعاصمة. اهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونعيد الترحيب بضيف هذه الحلقة سعادة السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية. مرحبا بك. وكيف ترى هذا التراجع من قبل الرئيس الصومالي؟ هل هو راجع إلى نوع من الضغوط الداخلية من قبل المعارضة كما رأينا في التقرير، أم أنها هناك تنسيق خارجي لإجراء انتخابات حرة في أصل؟ الواقع أن حتى التمديد الذي حصل عليه الرئيس محمد عبد الله فرماجو كان لا ضرورة له، لأن التمديد لماذا؟ على أي أساس يتم التمديد؟ من هنا جاءت القلاقل التي حدثت والمواجهات التي حصلت بين قوات الأمن والمعارضين. فبالتالي كان جديرا بالرئيس فرماجو ألا يقوم بالتمديد، وكان جديرا بالبرلمان أن يقف ضد هذا التمديد، لأنه لا داعي. كان هناك انتخابات والآن نبحث عن انتخابات، فبالتالي لم يكن هناك ضرورة إطلاقا للتمديد لحين الانتخابات، كان لابد من الدخول في عملية الانتخابات. إنما كان توجد صعوبة في الدخول في عملية الانتخابات. لماذا؟ لأن الحقيقة إلى الآن ومنذ 1991، منذ سقوط الرئيس سياد بري رحمه الله، إلى الآن لا يستطيع الصوماليون أن يتفقوا على خطوات نقل للسلطة أو خطوات امتداد للسلطة أو خطوات للحصول على السلطة. لا يستطيعون، لأن القبائل تتحكم في هذا الموضوع بشكل واضح تماما ودائما. القبائل نعم، هذه مشكلة كبيرة جدا جدا في الصومال، وخاصة القبيلة الرئيسية في مقديشو بالذات، قبيلة تسمى قبيلة الهوية، ومنها جزء يسمى الهبر جدر. هذا جزء مهم جدا، ولا بد أن يكون الحاكم من هذا الجزء. هذا الإصرار وهذا على الاحتكار السلطة في هذا الموقف يؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا، هي التي نراها العنف منذ 1991 إلى الآن. وبالتالي لماذا تترك بوجهة نظرك دولة هامة هكذا بموقعها الجغرافي الفريد في الشرق الإفريقي؟ نعم. من قبل القوة الحقيقة أنا أقول بمنتهى الوضوح والصراحة أنها مؤامرة. مؤامرة أسقطوا الدولة فعلا، مش لسه هتسقط. الصومال دولة فاشلة، لا يوجد فيها جيش، لا يوجد فيها قوات أمن، لا يوجد فيها زراعة، لا يوجد فيها صناعة، لا يوجد فيها تجارة بالمعنى المفهوم، كلها أشياء هامشية تماما. وقصد إسقاط هذه الدولة المهمة التي لها أطول سواحل موجودة في خلف الخير. طب مؤامرة من إذا قلنا إن الصومال كانت بين ملفين، الملف الإيطالي والملف الفرنسي، هل الدول الكولونيالية السابقة هي التي ساهمت في هذا الوضع في الصومال، أم أن القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسببت في هذا الوضع؟ أقول الحقيقة بمنتهى الأمانة، هناك قوى عالمية وقوى إقليمية لا تريد للصومال أن تقوم. طب نبدأ بالقوى الإقليمية. لا يعني قوى إقليمية موجودة لا تسمح ولا تريد وتود
أن تسقط الصومال وتصبح في الوضع الذي فيه الآن، وقد مر عليه الآن 30 سنة من سيء إلى أسوأ. ولا يستطيع رئيس أن يحوز ثقة البرلمان، ولا يستطيع رئيس أن يحوز ثقة الشعب، والاقتتال في الشوارع نهارا وليلا هذا أمر خطير جدا جدا، مقصود به إسقاط الديمقراطية، وقد سقطت بالفعل. يعني الدول كلها سواء الإقليمية أو من لا يحب الصومال اشترك في هذا. نبحث عن من لا يحب الصومال، ستجد الإجابة واضحة وصريحة، أن عالميا وإقليميا اتفقوا على إسقاط الصومال وعدم قيامها. الصوماليين أنفسهم في تقديري مسؤولون تماما عن هذا الوضع، لأنهم لا يتفقون، لابد من الاتفاق على شيء ما. ما الذي أوصلهم إلى هذه الحالة الداخلية؟ يعني هم يعني إحنا يعني لو ارتماءهم في أحضان القوى الخارجية بأشكالها المتعددة، ارتماء الأجندات، ارتماء الصوماليين في أحضان هذه القوى الخارجية الإقليمية والعالمية هو الذي أدى إلى هذا الوضع. أنت تحدثت عن نقطة هامة جدا، أنت تحدثت أن الصوماليين هم السبب الرئيسي فيما وصل إليه بلادهم. هذه جملة هامة فيما يبدو أن جميع المحللين يرون أن هذه المنطقة تحديدا المنطقة الإفريقية والمنطقة العربية هي أزمتها الداخلية هي في الداخل أكثر منها هذه في حقيقة الخارج. هذه حقيقة مؤلمة، هذه حقيقة مؤلمة ومفزعة. ما الذي أوصل المنطقة إلى هذه الحالة؟ يعني هناك السبب الرئيسي في عدم حل مشاكل هذه البلاد التشكك بين الأطراف المختلفة والاتهامات المتبادلة والتي تصل إلى أن كل طرف من هذه الأطراف سواء في اليمن في سوريا في ليبيا كل طرف ينحاز إلى أجندة معينة خارجية ويحارب لأجلها. أنا الحقيقة يعني بصفتي عملت في هذه المنطقة لمدة سنوات طويلة، أقول أن عدم قيام الدول في هذه المنطقة بتعليم الأبناء الانتماء والولاء وحب الوطن، وأن تراب الوطن له قيمة، وأن حدود الوطن لها قيمة، وأن كيان الوطن وانتماء الشخص إلى وطن والوجود في وطن وعدم السماح بالنزوح وعدم السماح باللجوء واللاجئين وهذه الأفكار السوداء، لم تقم الحكومات في الدول العربية بشكل أساسي بتنمية الولاء، كان شعارات فقط ولكنها لم تصل إلى عقول وقلوب المواطنين. حينما ينمو هذا الطفل ويجد هذا المجتمع المتصارع لا يجب والمحترب ستسقط كل هذه القيم، لأنه الآن الشباب في الصومال شاب عنده 14 و15 لمن ينتمي؟ القبيلة الأبطال يحاربون يحاربون لأنه تعلم أن يمسك السلاح وتعلم أن يقاتل وتعلم أن لا يقبل الآخر وتعلم أن يناضل ضد أي أحد وتعلم أن يعيش لنفسه. وهذا الشعور الحقيقة يشترك فيه كثير من الدول العربية، لم تقم بالتعليم الأساسي لهذه يعني أنا أتمنى يعني هي فيما يبدو أن هذه الأمور يتم تعليمها، ولكن حين يصطدم هذا التعليم الأكاديمي بهذا الواقع المزري فمن المؤكد أن الطفل الذي يتجه إلى مرحلة الشباب سيصدم سينصدم. لابد من التعليم يكون مقرونا بكل واقع جيد يترجم واقع ما يتعلمه، واقع يدخل في نفسية هذا الطفل. أنت تتحدث الآن عن أن تعليم الأطفال يعني أن هناك آخر وأن هناك لا 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 طيب يعني هذا الرئيس الذي فيما يبدو أنه مدد لنفسه فجأة فترة الرئاسة فيما يبدو أنه لا يعترف بالآخر يعني فيما يبدو أن تراجعه عن التمديد أيضا جاء نتيجة ضغوط داخلية أدت إلى احتراب أيضا وسيطرة المعارضة على جزء. هو الذي أدى إلى هذا الاحتقان. ولذلك قلت في هذا يعني في هذا الإطار
إلى أي مدى ما تسير إليه الصومال الآن يمكن أن يؤدي إلى مسار انتخابي ناجح؟ الآن فيما يبدو أن الرئيس يقول أنه سيتوجه إلى البرلمان السبت للتراجع عن قانون التمديد لتحقيق التوازن حول الأسس القانونية لاتفاقيات إجراء الانتخابات. هل هذه مناورة؟ لابد للرئيس فرماجو في تقديري الشخصي لابد للرئيس فرماجو أن يرجع إلى أدوات الاتصال بينه وبين أطراف المعادلة في الصومال قبل أن يلجأ إلى البرلمان. البرلمان يمكن أن يتخذ قرارا بالتمديد أو بالانتخابات أو إلى آخره. هذا ليس هو الحل، والانتخابات يمكن أن تعقد وليست هي الحل. الحل ليس الانتخابات، والانتخابات ليست حلا. التمهيد للانتخابات صحيحة يحتاج وقتا، لابد من إعطاء وقت للتمديد لهذه الانتخابات. انتخابات رئيس الحكومة يتولى السلطة، ولكن فرماجو يجب أن يخرج من المعادلة في تقديري الشخصي، مد الفرماجو يثير مشاكل كثيرة جدا. فبالتالي رئيس الوزراء روبلة يمكن أن يقوم بمثل هذا الإجراء، ولا بد من الاتصال برؤساء القبائل، ولا بد من تكوين مجموعات صغيرة ليست مجموعات كبيرة. عندما يجتمع الصوماليين يجتمعون في مؤتمر في 400 أو 500 أو 600، والبرلمان بشقيه يبلغ حوالي 550 عضوا بمجلس الشيوخ ومجلس النواب. هذا أمر غير طبيعي في دولة عدد السكان فيها 10 مليون. إنما هذا التكوين مقصود به إرضاء القبائل. طول ما هذه المشكلة موجودة، طول ما في المشكلة الصومالية لن تحل. طيب، وقد انضم إلينا الآن عبر الهاتف من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي صفي الدين دياب. مرحبا بك. وسمعنا أيضا أن هناك ضغوط أمريكية وأوروبية على فرماجو بعدم التمديد. بوجهة نظري يعني كيف تقيم السياسة الأمريكية تحديدا في عهد بايدن تجاه الصومال؟ هل ستختلف عن عصر ترامب أن هذه الدولة هي دولة مهملة والولايات المتحدة غير مهتمة بها؟ تفضل. بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية لها تجربة يعني مرة وسابقة في الصومال منذ عام 92 منذ مرحلة التدخل الأمريكي حينما أوكل مجلس الأمن للأمريكيين قيادة القوى الدولية المشاركة في تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، ووجهت القوى الأمريكية آنذاك بخسائر فادحة في الصومال. هذا بالطبع بيكون له أثر كبير جدا في أي تحرك أمريكي مستقبلي بالنسبة للوضع في الصومال. نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن في الستين يوم الماضية كانت تطالب بسرعة إجراء الانتخابات فورا. اليوم هناك تغير في الموقف الأمريكي بأنه لابد من اللجوء إلى أسلوب الحوار أولا ما بين كل الأطراف الصومالية لتحقيق حالة من التوافق والإقناع بشأن عملية الانتخابات وإجراءها في وقت قريب. يمكن هذا هو المشهد الأمريكي العام الموجود، ولكن بالنسبة للوضع الجغرافي للصومال وأهمية هذا الوضع الجغرافي عند مدخل باب المندب وفي منطقة البحر العربي والقرن الإفريقي، نلاحظ أن هناك مخاطر كبيرة جدا تحيط هذه المنطقة، خاصة وهناك هروب كبير جدا للجماعات المسلحة المتواجدة سواء كان من العراق أو من سوريا أو من ليبيا أو من أفغانستان، وهذا بالتأكيد بيشكل خطر كبير جدا على هذه المنطقة ومستقبل الملاحة في هذه المنطقة. بالطبع الأمريكيين كما تعلم لهم قوات بتهجم هذه المنطقة، خاصة التي تجوب البحر الأحمر متجهة إلى الخليج العربي. يمكن هذه الأمور بالتأكيد بالطبع بيكون لها آثار كبيرة جدا على التحرك المستقبلي للولايات المتحدة الأمريكية. هناك بالطبع مخاوف من الوضع في الصومال، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية الآن منغمسة في
مشكلها الداخلية يمكن غير وضحت المعالم كثيرا في التحرر بالنسبة لمسألة الشرق الأوسط والصومال وما يجري هناك. هل بوجهة نظرك وعفوا المقاطعة يعني بعد 100 يوم ونحن ننتظر الآن خطاب للرئيس بايدن فجر هذا اليوم عن الولايات المتحدة ما بعد 100 يوم، هل ستبدأ الولايات المتحدة الانطلاق إلى الخارج أم أنها من وجهة نظرك ومن اختلاطك بالواقع الأمريكي الآن ستزداد تقوقعا في عصر بايدن على نفسه؟ تفضل. اعتقد يمكن هذا الامر بلوره الرئيس بايدن في خطابه الليله الماضيه في امام الكونغرس، ويمكن وخطاب المعديوم الالقاء كان واضح جدا ان المسائل الداخليه هي بتوليها اهتمام اكبر، خاصه ان هناك الكثير من التحديات التي ما زالت مفروضه على الساحه الامريكيه، من التحديات الاقتصاديه قبل كل شيء، التحدي الاجتماعي وهو إعادة اللحمة للمجتمع الأمريكي والتي وعد بها الرئيس بايدن ولم يتمكن من تحقيق أي تقدم بشأنها حتى هذه اللحظة. أيضا هناك تحديات بوجهها مع الحزب الجمهوري، نظرا بأنك تعلم أن الحزب الجمهوري ليس لديه أغلبية الآن في الكونغرس سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولكنهم لا يتوقفون عن العمل لكشف ما جرى في المرحلة السابقة. كل هذه الأمور ما زالت حتى التحقيقات حتى صباح اليوم ما زالت دائرة ما بين الأجهزة الفدرالية وممثلة حملة الرئيس ترامب آخرها كان في نيويورك عندنا من ساعات قليلة. كل هذه التحديات ما زالت مفروضة، ما زالت تفرض نفسها على الواقع الذي يواجهه الرئيس بايدن وإدارته في المرحلة الحالية. بالتأكيد كل هذه الأمور سيكون لها انعكاسات طبعا كما تعلم على عملية التوجه الأمريكية بالخارج، من أي توجه بالخارج يحتاج إلى مزيد من التمويل، مزيد من التحركات. إذا كان هناك أي تدخل في منطقة الصومال لابد أن يكون هناك ميزانيات، وبالطبع الميزانية الأمريكية كما تعلم لديها كثير من العجز حاليا، فأعتقد هذا سيكون عائق بالنسبة للأمريكيين أن يتوجهوا إلى الصومال أو يشاركوا فعاليا في العملية. ربما يكون هناك مشاركة سياسية أو مجرد النصح أو مجرد تأييد فريق ضد آخر أو دفع مجموعات معينة، لما تعلم الأمريكيين يهمهم أن يكون هناك حالة تراضي بينهم وبين أي إدارة صومالية قادمة أو حتى تمثيل برلماني قادم. يمكن هذه هي النقطة التي يسعى إليها الأمريكيين، هي أن تكون مجرد مشاركة سياسية فقط، أما مشاركة عسكرية فالوضع في الصومال لن يحل إلا بمشاركة عسكرية في هذه المنطقة، لأن وجود أعداد كبيرة من المتطرفين في هذه المنطقة وبيهدد المنطقة في القرن الأفريقي وبيهدد المنطقة العربية وبيهدد منطقة البحر الأحمر وحركة الملاحة الموجودة الدولية ودول الجوار أيضا من اليمن والسعودية ومصر والسودان وغيرهم. كل ههذه المنطقة بالطبع مهددة من تعاظم دور الجماعات المسلحة وتنظيمي الدولة الإسلامية داعش والقاعدة في هذه المنطقة. ويمكن هذا يمكن أعتقد أنه الحل، لابد أن يكون هناك قوة عربية مشتركة تساعد لإحلال الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، خاصة هناك عدد من الدول العربية في هذه المنطقة وهي استكمال الصوت العربي على منطقة القرن الإفريقي. هذا أمر هام وضروري ينبغي أن تتجه إليه أفكار القطاع. نعم، فيما يبدو أن يعني هذا الطرح أيضا بعيد نسبيا نتيجة عدم الاتفاق بين الأطراف العربية يعني حول العديد من القضايا التي تجوب المنطقة. السيد صفي الدين دياب الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من نيويورك عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
اهلا بكم مجددا المشاهدين، واعتذر للمشاهدين عن هذا السؤال الذي وجهته لضيفي من نيويورك. الكلمه التي قلت انها كانت مقرره فجر هذا اليوم هي القيت بالامس من قبل الرئيس الامريكي جو بايدن بمناسبه مرور 100 يوم. لم اتابعها انا، فعفوا لمشاهدينا. هو القاها بالفعل، وكما قال ضيفونا انه سرد من خلالها بعض ملامح السياسه الخارجيه للولايات المتحده الامريكيه. نعود الى ضيفنا السفير ابراهيم الشويمي. نعود الى المشكله الصوماليه. المشكله لا زلت اقول تفضل، ليست الولايات المتحده طبعا لها كلمة عليا في المجتمع الدولي، هذا لا شك فيه طبعا. والقوى الإقليمية وقوى خارجية أخرى لها قول مهم جدا في المشكلة الصومالية، ولكن أنا أرى أن المشكلة خاصة بالصوماليين أنفسهم. الصوماليون أنفسهم هم سبب المشكلة. لابد من الجلوس مع بعض بنية الجلوس. جلسوا كثيرا وحضرت مؤتمرات كثيرة منذ 1990 إلى الآن. طب من يجلس مع من؟ يعني أنت تتحدث عن مشكلة هامة جدا هي لب المشاكل في هذه المنطقة. من يجلس مع من؟ إذا كانت هذه الدولة على مدى التاريخ لم تنمو فيها أو لم يسمح بنمو أي نوع من أنواع التيارات السياسية التي يمكن أن تحتل الصدارة، يمين ويسار ووسط، لم تشهد هذه البلاد على مدار تاريخها كل من يجلس على كرسي الحكم يجرف المجال السياسي ولا يبقى إلا هو، كما يفعل الآن الرئيس فرماجو، يريد استكمال فترة أو إضافة فترة إلى حكمه بشكل غير قانوني. من يجلس مع من؟ لابد أن يخرج من بين الصوماليين، لابد أن يخرج من بينهم أحد من القادة هناك. لابد أن يتحدث مع بعضهم البعض أن الصومال لابد من كيانات تتحدث. يعني إذا تحدثنا مثلا، إذا حدثت مشكلة في مثلا دولة لها باع في السياسة مثل مثلا جنوب إفريقيا، أقرب نموذج ديمقراطي في فسيجلس اليمين مع الوسط مع اليسار، وستجلس الأعراق المختلفة كما فعلوا وأنتجوا هذه الدولة التي فيما يبدو أنها تشهد تناغم سياسي وتداول للسلطة. في بقية الدول الإفريقية ليس هذا هو العرف. هناك بالنسبة للصومال حالة خاصة، اجتمعوا أكثر من مرة. من أدار الاجتماع لم يكن بنية أن يخدم الصومال. من أدار الاجتماع يعني مثل ما نتحدث الآن انتخابات يمكن أن تحدث، ويمكن أن يعود فرماجو مرة أخرى أو غير فرماجو. ليست هذه المشكلة في الانتخابات، المهم أن كيف نختار. هذا الموضوع يجب أن يبحث بين قادة الفصائل. لابد أن عندما يجتمع الصوماليون يكون معهم أحد. إذن لابد من كيان رشيد مع هذه النقطة. يعني هذه دول فيما يبدو أنها تبدو، يعني إذا شبهناها بالمراحل العمرية للإنسان فهي دول قاصرة لم وصلت إلى تصبح قاصرة. لم تكن أبدا قاصرة، ولكن هي الآن قاصرة، وصلوها إلى أن تكون قاصرة. لابد من كيان. إذا رأينا المشكلة الرئيسية التي حدثت في تشاد وقتل الرئيس إدريس ديبي، من الذي يرعى الكيان الذي نشأ الآن بشكل غير قانوني؟ فرنسا. يعني فرنسا الآن رئيس السفير الفرنسي تواصل مع ابن الرئيس ديبي الذي حصل على الحكم بطريقة يتراها المعارضة هناك أنها غير شرعية وأنها انقضاض على الحكم، ولكن فرنسا فيما يبدو أنها ترعى هذا المسار الغير قانوني في تشاد. لا أنا أتحفظ على المسار غير قانوني، لأن الآن حصل مشكلة في الدولة، تولى المجلس العسكري إدارة الحكم. لا هذا أليس الدستور ينص حسب كل الأعراف الموجودة في البلاد على أن يتولى رئيس مجلس النواب الحكم لفترة معينة حتى تجرى انتخابات؟ عندما تكون الدولة مهددة من
من الخارج ومن الداخل في تقديري انا لابد ان المجلس العسكري، اذا لابد من كيان واعي ايا كان الكيان الواعي، يعني هو لابد من تطبيق القانون، هو المجلس العسكري للحفاظ على كيان الدوله. الدوله الوطنيه شيء مهم جدا وخطير جدا، لابد من المحافظه عليه. اذا تم تهديده فلا بد من اتخاذ أليس المجلس الذي استثنائية. طيب عند هذه النقطة، أليس المجلس الذي يمثل حسب المعارضة ما تقوله الآن، هناك أزمة الآن في تشاد نتيجة هذا الوضع، يعني أليس تهديد للدولة أن تحدث كل هذه المشاكل بين الأطراف المختلفة نتيجة عدم تطبيق القانون أو الدستور؟ مهما كانت الآراء، هناك دستور يقول إن مجلس الشعب وهو منتخب من قبل التشاديين يمكن ان الوضع القانوني يكون عندما يموت الرئيس او يقتل او الى اخره، عندما يصبح عاجزا حتى عن السلطه. هذا امر طبيعي ان يحل محله مجلس النواب، هذا وفقا للدستور. ولكن في نظريه في السياسه مهمه جدا، اللي هي نظريه الظروف الاستثنائيه. نظريه الظروف الاستثنائيه النهارده تشهد مهدده من الداخل ومن الخارج بان هذه الدوله تكون في مشاكل طويله عريضه، وبالتالي فان المجلس العسكري عندما يعلن انه هو المسؤول عن السلطه ليس هناك خطا، ولكن المعارضه مع تزكيه اطراف خارجيه ومرتزقه ومأجورين والى اخره تؤدي الى هذه المشكله. هذا هو الوضع الحقيقي. يعني لا يجب، انا رجل قانون، ولكن عندما يحتاج الامر لحمايه الدوله نطبق نظريه الظروف الاستثنائيه. هذا هو الوضع الطبيعي. هذا بالنسبه لموضوع تشاد. بالنسبه لموضوع الصومال، انا ارى ان يعني لابد من لجنه مصغره اذا اريد الحل الحقيقي، لجنه مصغره من الاتحاد الافريقي مع جماعه الدول العربيه، لأن الصومال دولة عربية ودولة أفريقية. لجنة مصغرة تدير حوار، طرع حوار داخلي لا يكون فيه 500 شخص و 1000 شخص. أنا حضرت مؤتمر هذه المؤتمرات، لابد أن يكون يعني عدد محدود من قادة القبائل. لابد من الاعتراف بقوة القبائل، ولابد من الرجوع إليها. ولكن باختصار بشكل مختصر، ولذلك يكون الحوار مثمر عدد ويعني هناك رأي آخر من نيويورك يقول إن أيضا هذا الوضع في الصومال لن يحل إلا بقوة عسكرية مشتركة عربية. هذا طرح آخر. لا، أنا أتحدث عن الممكن وليس المأمول. سيادتك أجبت فعلا وقلت إن هذا الأطراف العربية لن تتفق، هذا فعلا جاري في كل مكان. يعني مثلا كلبنان، لبنان دولة عربية مثلا وتعاني من مشاكل لم يستطع العرب حتى الآن. فبالتالي أنا أرجو كيان ككيان، اتحاد أفريقي مع جامعة الدول العربية مع أطراف صومالية أقل ما يمكن من الصومال، أقل ما يمكن، يعني في حدود 20-25 ليس أكثر من هذا. وبالتالي يكون هناك تأثير على للتمهيد عن انتخابات صحيحة، انتخابات مثمرة تفرز كيانات تخدم البلد ولا تكون ضدها. وقد تداركنا الوقت، الموضوع موضوع الصومال معقد وطويل، وفيما يبدو أنه يحتاج حلقة أخرى تكون معنا فيها لمزيد من التحليل والمتابعة. لا يسعنا غير الشكر سعادة السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج أفريقيا، البرنامج الذي اعتدنا أسبوعيا أن نتجول بكم من خلاله عبر القارة الإفريقية لمعرفة آخر تفاصيل أخبارها من خلال 7 شكرا لكم.